هيك وقت بلش الحرب كان عمري 5 سنين، ووقت ما وعيت على الدنيا كان في قصف كتير وهجرة الناس من ضيعتهم. وشوف ضيعتنا ودولنا الهدات وما كان في ولا بيت متعمير. كنا ببليون وكنا بالمدرسة وكان يضرب طيران كتير وكانوا يعطونا غير درسين أو درس أو يصرفونا من الطيران. وطيروا على المدارس يصرفونا، نداوم 10 أيام شهر يقطعوا في ما نقدر نداوم بطول. وقت الصوار الضارب علينا كتير نزحنا وجينا على المخيمات. وأنا أبوي مات بالطيارة ضربته وقاعدين ونزحنا بالمطار وقاعدين أنا وأمي وأخواتي هلق بالخيمة. بالشتاء بتنزل علينا الدنيا مطر ومنطوف، وبالصيف كان في شوب كتير كتير نطلع لبرا نتهوى. وحلمي إنه نرجع بلادنا ولعب مع رفقاتي، وبتمنى إنه كل هالدنيا ترجع ضيعتهم وعلى عضيعهم. بتمنى إنه نرجع مدرستنا ونتعلم فيها وحارتنا، وإن شاء الله بكن نتمنى نرجع ضيعتنا ونعيش في سعودي.